انشعاطا أنني بدايه اشكر باحترام السيد هشام الدين مدرب المنتخب الوطني لكره القدم الصالات لتلبيه الدعوه. السي هشام السي هشام هذا يوم تاريخي سوف يسجل في تفاصيل جمعيه مارس بصفه خاصه وكذلك في تاريخ مدينه العرائش بصفه عامه. اشكر واحيي السيد عمر الشقا مدير جريده الفجر وكذلك السيد نزار الشاش على احتراف الامام لتسهيل التواصل من اجل انجاح هذه الاستضافه. لابد ان اشكر ايضا الساده المسؤولين من المدينه والاقليم على تشريفهم لنا. اصل احيي بحراره ايضا نجوم ولاعبي مدينه العرائش من قدماء وممارسين في شتى اقصى الوطن. مدينة العريش مدينة رياضية بامتياز وتقعها أتمنى أن واحد النهار أنها تحتضن فريق في كرة قدم داخل القاعة لأنها زاخرة بالمواهب. رضا المختاري محمد الكليوي الحارس ديال الجيش، رضا المختاري اللي جاورته كمسير في فريق النادي القنيطري، نعم التربية نعم الأخلاق، هذا اللي كيجسد مستوى ديال أبناء مدينة العرائش. فمن المؤسف من المؤسف من المؤسف ونكررها مرارا ان مدينه العرائش اللي مسجله في التاريخ ديال كره القدم الوطنيه كون احد ابنائها محمد سالم الرياحي اول لاعب مغربي كيسجل هدف ضد المنتخب الاسباني في مدريد نهار 23 نوفمبر 1962.
23 نوفمبر 1962 بمناسبة المباراة الإقصائية التي تتأهل إلى كأس العالم بالشيلي. مدينة العريش أعطت أبطال. أنا مع الأسف اسمحوا لي لأن الفرقة ديالي كذلك على مدينة لأني قنيطرة العريش قريبة، فإذا كانوا الناس المسؤولين على ديال العريش كاينين هنا كنطلب منهم واحد التفاتة للملعب ديال مدينة العريش، لأن الحالة آخر مرة كنت زرته في المونديالات اللي كنضموا فريق السي أسامة الغنيطي، فالحالة مع الأسف يورثة لها. عاد أنا سمعت أنه زاد تكرفص، فمع الأسف فريق عنده فريق القسم الوطني الأول الإناث وفريق القسم الهوات الثاني ديال كرة القدم. مدينة زاخرة بالشباب وكنشوفوا أمامنا أطفال صغار، إذن لا خوف على مستقبل الرياضة عامة وعلى كرة القدم مستقبلا وعلى كرة القدم بصفة عامة. شكرا لكم. شكرا سي عمر الشباخ لهذه الكلمة اللطيفة. فعلا ومن العلم بداية تهنئ سي أسامة ومهنئ غراس سيتي على هذا الحفل البهيج، على هذا اليوم المشهود، على هذه المبادرة النوعية استضافة أحد الوجوه البارزة والتي بصمت تاريخ الكرة المغربية، وأرحب به ترحابا خاصا في هذا اليوم وفي هذه المدينة التي شهدت كما أشار الإخوة عددا من الأبطال. فبطبيعة الحال هذا المجهود اللي دار وهذا العمل اللي دار طيب السنة نشكر بارس سيتي على هذه المبادرة القيمة اللي جات فوقتها، وكذلك نرحب بالأخ رشيد الإطار الكبير المدرب المقتدر لرد الاعتبار للكرة الوطنية بإنجازات ديالو الكبيرة داخل القاعة ودورنا مدينة العريش الحبي. وكذلك نرحب بحضور كبير وهي قدماء اللاعبين بالعريش هذه كبير أعطى الكرة العرائشية الزمن الجميل محمد الحداد لاعب شباب العرائش. يا شباب العرائش لاعب كان له تاريخ كبير في مدينة العرائش. الناس هم اللي أعطونا المشعل ديال الكرة داخل العرائش. طحات بغالي والنفيس ولم تأخذ شيئا من العرائش سوى المحبة والتقدير داخل جمهور مدينة العريش. إذا أردنا أن تتكلم عن محمد الحداد لأنه في حقه رجل بمعنى الكلمة ولاعب كبير وكبير جدا، كان مدافعا صلب ورجلا محفظ الخلوق. هذه الأمسية سعيدة يكرم فيها رجل أعطاه لقضاء وشكرا لما نستطيع على هذه المبادرة لأنه لم يأخذ حقه ذلك الكثير. نتمنى له صحة جيدة وطول العمر إن شاء الله، وشكرا مرة أخرى. مدرسة الدرشتي نزار محمد شاه